شارك الأندية السورية في الثوب الجديد للبطولة، بدأت عام 2005، الكرامة منذ عام 2006 في أول مشاركة في الثوب الجديد، الكرامة يصل إلى النهائي. يعني كيف استطاع الكرامة تجاوز يعني فارق الخبرة وعدم نجوم وجود النجوم المحترفين الكبار وأن يصل ويقارع أكبر الأندية في آسيا؟ يعني أنا بقول البطولة المحلية لها دور كبير، يعني نحن من خلال تصدرنا للبطولة المحلية بطولة الدوري أعطتنا ثقة أكثر، جعلتنا نشارك في البطولة الآسيوية. فعلا نحن جمهورنا كان متعطش لشيء اسمه خارجي، يعني بقول لك نحن على المحلة فريق الكرامي بصم، بس بدنا إياه على البطولات الخارجية. طبعا احنا كان في خوف في قلق من المشاركة الخارجية، وخاصة اول مشاركة لنا، انما بيمنع ندخل على البطولة نشارك فيها، ايش من جبنا ماشي الحال، بس بنجعلها انه خبرة، ان نكتسب هاللاعبين خبرة. بتعرف انت يعني الخبرة ما فيك تجي هي سلعة تاخدها من السوبر ماركت تشتريها، الخبرة بدك انت تاخدها بايدك وتتعايش معها، ويصير في انتكاسات في حالات سلبية لصير في حالة ايجابية. وفعلا دخلنا البطولة الآسيوية تفاجأنا مفاجأة كانت لنا انه الجمهور كله مواكب البطولة الآسيوية دبل عن البطولة المحلية. يعني كنا انا بتذكر اول مباراة يمكن بأرضنا الموجود خارج الملعب اكثر من اللي داخل الملعب، يعني اللي بده يدخل على الملعب ما له محل يوصل او يشوف. بدأ هون الاهتمام، ونحن يعني انا قلت يعني جمهورنا كان له الفضل الاكبر انه مباريات وتحديدا مباريات حمص داخل الحمص انه كنا نجيبها 100%. فضل علينا انه شو؟ انه نسرق مباراه خارج ارضنا، التعادل الفوز تصدرنا المجموعه. تصدرنا المجموعه صرنا متفائلين اكثر انه نوصل لدور ثاني، وفعلا بدانا بالدور الثاني. انا بتذكر اول مشاركه وحسنا نوصل لنهائي كاس اسيا. طبعا هون صار بدات يعني المعالم تظهر والثقة شوي تظهر على اللاعبين، بس كان عندنا طموح قوي وعندنا حماس، حتى وصفونا بالفريق الحماسي، انه الفريق لحد الان بيقولوا لك بحمص فريق الكرامي ما بيخسر، ونادرا ما يخسر، نحن خسرنا مباراة بس نادرا ما يخسر ربع نهائي البطولة فعلا، لانه حتى المباراة النهائية نحن مع جون بوك ربحناها 2-1، خسرنا فارق هدف يعني راحت البطولة الآسيوية. بيقول لك فريق حماسي فعلا، نحن جمهورنا له الفضل الكبير انه فريق الكرامي بداياتنا بالبطوله الاسيويه كان هو السند الحقيقي لنا. هلا الموسم الثاني الموسم الثالث لا، لعيبتنا صار عندها خبره اكثر ثقه اكثر، صرنا نعرف كيف نتعامل مع الفرق. كنا ارضنا نربح، خارج ارضنا نخسر 4-0 اكيد، ثلاثه مواسم نعم نخسر نعم. بس هلا تغيرت المعادله، صرنا نربح بأرضنا نجيب تعادل خارج أرضنا نجيب فوز خارج أرضنا، وإذا خسرنا يكون خسارتنا بشرف، وهذا الشيء الإيجابي اللي احنا حصدناه من خلال مشاركة البطولة الآسيوية. يعني الكرامة أصبح رقما صعبا كما تحدثنا، لكن ماذا عن بقية الأندية السورية؟ لماذا لا تحصد نتائج؟ يعني أنا بالذكر الوحدة والاتحاد وأيضا الجيش. بالعكس أنا بقول يعني ما بدي كلها خرجت من الدور الأول، إنه فريق الكرامي فتح المجال للأندية السورية، لكن الاتحاد يعني يلعبوا ثقة أكثر. نعم ثقة أكثر، لا بدليل هلا الاتحاد كان أداؤه جيد، ولكن أنا بقول حظ ما واكبه. أما مشاركة نادي المجد مشاركة الطليعة دوري أبطال العرب جعلت الأندية وصلوا لدور الثمانية، هلا خرجوا من دور الثمانية ولكن في دوري أبطال العرب في دوري أبطال آسيا. نعم وصولا لدور الثمانية بالبطولة العربية هذا إنجاز. أنا بقول بدأت تحسن الكرة السورية من خلال نادي الكرامي نادي الاتحاد وتوج فريق المجد وفريق الطليعة. وأنا بقول الباب الفتح هو نادي الكرامي، أنه كان في خوف أنه يلعب الكرامي مع فريق خليجي، انكسر حاجز الخوف لدى كل كسرنا الحاجز وصارت. هلا أنا بقول أي فريق سوري بيشارك إن كان بالبطولة الآسيوية أو بالبطولة العربية راح يكون له شأن بهالبطولة. نعم لعبتم مع الوحدة الإماراتي قبل عامين في البطولة الآسيوية تبادلتم الفوز، ما الذي تغير في فريق الوحدة خلال العامين؟ طبعا أنا بقول يعني فريق الوحدة كان له تاريخ، كنت أحسب له ألف حساب، وفعلا نحن ربحناه بحمص بصعوبة وهون خسرنا معه. أما أنا بقول إجت فترة بالفترات وخاصة بدايات الموسم إنه فريق الوحدة كان مترجح متذبذب بالمستوى، يعني أحيانا كان يقدم أداء ونتيجة سلبية، أحيانا نتيجة سلبية وأداء سلبي. صار عنده بعض التغييرات، أنا بقول
ما في كان نوع من الاستقرار، ولكن هلا شفت انا بالاربع خمس مباريات الاخيره صار في استقرار، في وضوح، وانا بقول بلشت او بدات معالم فريق الوحده السابق تظهر من خلال المباريات الاخيره. هذا اللي شفته انا من خلال معاشرتي مثل ما بقول او مشاهدتي لفريق الوحده. نعم. الان يعني البطوله القادمه مفترض ان تكون بطوله محترفين، الاتحاد الاسيوي يريد بطولات محترفين سواء في الانديه في اسيا او حتى البطوله الرسميه نفسها لن تشارك فيها الا الانديه المحترفه. هل نادي الكرامه مؤهل للمشاركه في دوري ابطال اسيا للمحترفين؟ طبعا اجت لجنه يابانيه للسرور الحمص تحديدا، الفريق الوحيد اللي بحق له يشارك بدوري المحترفين هو نادي الكرامي، اخذنا العلامات مقبوله بتحق لنا بالمشاركه بالبطوله الاسيويه، ولكن هلا عم يسعوا اتحاد الكره والمسؤولين السياسيين والرياضيين انه كمان نادي الاتحاد انه يحاولوا المشاركه بالبطوله الاسيويه. نحن بنقول سوفينا الشروط، وطبعا هالشروط سوفيناها من خلال مشاركاتنا السابقه، حاولنا نعمل شيء لنادي الكرامي. انا بقول لك يمكن نادي الكرامي سبق الانديه السوريه بعشر سنوات، والسبق هذا من خلال مشاركاتنا الخارجيه، صار عندنا خبره، تطورنا عن الفرق الاسيويه، بس لسه نحن بعيدين كثير عن الفرق ان كان الخليجيه او اللي بسموها الشرق ولا شمال اسيا، كوريا، اليابان، ولكن نحن بنقول بالنسبه لسوريا سابقين الانديه السوريه، ولكن كل يوم بيكون في شيء جديد بنادي الكرامي، وهذا اللي عم نسعى له انه نوصل او نسير بطريق الكمال ان شاء الله. ولكن بس الكرامي بده يشارك بالبطوله الاسيويه، حتى انا بظن المسؤولين بالاتحاد الاسيوي مصرين انه ولو كان بغض النظر عن بعض الاشياء تسمح انه يشارك نادي الكرامي ونادي الاتحاد الجماهيري الموجوده في سوريا للبطوله. ربما هناك معوقات اخرى، لان الدوري السوري قد يكون من الصعب أن يرتقي لمستوى دوري المحترفين، مطلوب من الأندية كلها أن تلتحق في بوابة الاحتراف. على كل حال نتمنى مشاركة الكرامة والاتحاد وأيضا بقية الفرق. تفضل. أستاذ أنا بقول لك هلا يمكن عندنا خمس لست أندية نعم سوريا مؤهلين يشاركوا بأي بطولة. نعم. بس نحن بسوريا الاحتراف صار ثلاث سنوات. صحيح، أنا فقط أريد أن أوضح. بعد زيارة الاتحاد الأسيوي قال نادي الكرامة وحده حتى اللحظة مؤهل للمشاركة، هذا السبب. نعم. ربما هناك قلق، يعني هنا في الإمارات معظم الأندية مؤهلة مثلا في قطر طبعا. في السعودية طبعا. لكن في سوريا النتيجة التي خرجت بها لجنة المحترفين قالت نادي الكرامة، لذلك هناك بعض التخوف. على كل حال نتمنى وجود الكرامة، لأن وجود الكرامة من دون شك يضيف نكهة كبيرة لهذه البطولة. الآن أعزائي المشاهدين أتوقف مع فاصل أخير، نفتح بعده ملف منتخب سوريا مع محمد قويد.